موضوع كتير مهم، سؤال كتير شائع نسأل عنه بعيادة المسالة البولية هو تغير لون البول. اللي بيجي من سببين، أولا كمية استهلاك المي بالنهار اللي بتخلي البول فاتح أو غامق، كمان بعض المأكولات أو المضادات الحيوية الأدوية اللي بتخلي البول يصير لون غامق. بس في نقطة كتير مهمة لازم نحكي عنها، هي تغير لون البول للون الأحمر اللي بيعني اختلاط الدم بالبول. وهذا موضوع كتير مهم، ليش؟ لأنه ممكن يكون في عندنا أمراض الكلى، أمراض التهاب مسالة البولية، أو أمراض لا سمح الله خطيرة خصوصا عند كبار العمر. إذا بنصح كل شخص عم يسمعنا إذا شاف لون البول تغير لون الأحمر يتجه لعيادات المسالة البولية لإجراء اللازم. نصيحة أخيرة نصح كنا عم يسمعونا، إنه كتروا شرب المي خصوصا في الصيف بين 2 و3 لتر بالنهار.